جاء في الأثر أن الله ابتلى عبدا له من الصالحين، ابتلى ضيق عليه الحياة في رزق في مال في مرض، ضيق عليه الحياة. انظروا ماذا قال الله لملائكته، قال يا ملائكتي لقد ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. تخيل، ربما لك أسابيع لم تقل يا رب صدق، ربما لك سنوات لم تأتي في ظلام الليل والناس قد ذهبوا إلى النوم وأنت قد جلست وقفت ترفع يديك إلى السماء تبكي بدل، تريد رزق، تريد زواج، تريد هناء، تريد سعادة، تريد غنى، لم تدعو الله بصدق. قال ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. يا أحباب، ما هو أعظم الدعاء؟ قد يقول الواحد منا إن أعظم الدعاء هو أن ندعو الله وقد اشتدت بنا الدنيا. لا والله، قال العلماء أعظم الدعاء هو دعاء الرخاء، ولهذا بعضنا إذا اشتدت به الدنيا فدعا الله لم يجد استجابة، أين كنت في الرخاء؟ بعضنا يعتقد أن الدعاء جاء إذا حرمنا المال قلنا يا رب، إذا الصحة وكبرنا في العمر قلنا يا رب، إذا راحت الصحة وضاعت قلنا يا رب، إذا اشتد المرض قلنا يا رب، إذا تأخر الراتب قلنا يا رب، إذا تأخر الزواج قلنا يا رب. ليست هذه هي مواطن الدعاء، ليس هذا أعظم الدعاء. أعظم الدعاء عند الله أن تدعو الله في الرخاء. يعني أنت شاب اليوم ما شاء الله، شاب وعندك صحتك، الدعاء الآن مطلوب منك أعظم من أن تكبر فتدعو الله أن يعطيك ما كان يعطيك إياه في وقت الشباب. أن تكون الآن معك المال، الآن معك المال، الله رازقك مال، الآن مطلوب منك أن تدعو الله أكثر من أن تحرم المال فتدعو الله أن يعيدك إلى أيام الغنى. لهذا من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، فأعظم الدعاء أن ندعو الله، أن ندعو الله في الرخاء. وأيضا أيها الأحباب، ليس من أدب الدعاء، ليس من أدب الدعاء مع الله أن تطلب من الله أن يعطيك في وقت الشدة فتحرم فتقول لم يعطيني ربي. ألم يعطيك مثلا في وقت الرخاء؟ تعال انظر إلى واحد من الناس كان معه المال، كان معه المال، فلما حرم المال بدأ ينادي يا رب، بدأ ينادي يا رب ووضع رأسه في التراب. الآن يا أحباب، الواحد لما يكون معاه مال تجد وجهه طلق وتجده مبتسم وتجده في سعادة. تعال لنفس هذا الشخص بعد شهر حرم المال، ماذا يصنع؟ يضع رأسه في الأرض ويسود وجهه. سبحان الله، سبحان الله، هذا ليس من الأدب مع الله. تدري لماذا؟ لما كان معك المال من الذي أعطاك؟ الله. ولما جئت بعد شهر وليس معك مال من الذي حرمك؟ الله. لماذا حينما يعطيك ترفع رأسك وحينما يحرمك تخفض رأسك؟ هل هذا أدب مع الله؟ ليس أدب مع الله. الأدب مع الله أنه إذا مرضت ترفع رأسك، وإذا شفيت ترفع رأسك، إذا معك اليوم مال ارفع رأسك، إذا حرمت بعدها المال ارفع رأسك. لماذا؟ لأنه على كل الأحوال إذا ضاقت الأرض اتسعت السماء، هذا طريق الأنبياء. على كل الأحوال ارفع رأسك، أعطيت المال ارفع رأسك، معك الله، حرمت المال ارفع رأسك، لا تضع رأسك في الأرض، لأنه حرمك يوما سيعطيك أياما، مرضك يوما سيشفيك أياما، إنه الله جل في علاه.